بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيوم القيامة يؤتى بالصحف التي كتبت فيها الملائكة أعمالنا، صحف الحسنات والسيئات التي كتبتها الملائكة علينا. هذه السجلات وهذه الصحف، هذه الكتب التي لا تضيع أبدا ولا تختلط ولا تشتبه ولا تبلى ولا تتمزق، وإنما تحتفظ بها الملائكة بأمر من الله عز وجل. كتب المؤمنين في عليين، وكتب الفجار في سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. تحفظ كتب الفجار في أسفل سافلين، وكتب الأبرار تحفظ في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون يوم القيامة. يؤتى بكل هذه الكتب لا تشتبه، كل إنسان يأخذ كتابه تماما هو هو، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك أنت، لا كتاب غيرك، كتابك أنت هو هو. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مكتوب فيه كل شيء، الصغير والكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر
مسطور، مكتوب، مدون، مسجل، كل صغير وكبير مستطر. ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل منسوخ، مكتوب، مسجل، مدون، كل إنسان سيقرأ كتابه، أعماله، الحسنات والسيئات، وقبل أن يقرأ يعطى ذاكرة يتذكر بها كل شيء. لا مجال للنسيان في الآخرة، النسيان في الدنيا فقط، كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. هناك أعمال نسيناها، نسيناها، عملناها منذ زمن ونسيناها، ولكن الله أحصاها. لا تنسى أبدا، نحن ننساها ولكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى. أحصاه الله ونسوا. يوم القيامة كل إنسان يعطى ذاكرة قوية يتذكر بها كل الأعمال الصغيرة والكبيرة، كل الأعمال يتذكر بها، فإذا قرأها تذكرها تماما، لا مجال للنسيان في الآخرة. المؤمن له حال في قراءة الكتب، والمؤمن التائب الذي مات تائبا له حال وهو يقرأ كتابه، والذي مات على معصية له حالة أخرى وهو يقرأ كتابه، والكافر له حالة والمنافق له حالة. الأحوال مختلفة عند قراءة الكتب. أما المؤمن فإن الله عز وجل يدنيه ويرخي عليه ستره، يستره، يحجبه عن أنظار الخلائق، يدنيه ويقربه ويقرره بذنوبه الصغار أولا. هذا حال المؤمن يقرأ كتابه. والله يسأل الجميع، كل إنسان سيسأله الله: هل تنكر شيئا من هذا المكتوب؟ هل تنكر شيئا؟ هل ظلمتك الملائكة الكرام الكاتبين الحافظين؟ هل تقر؟ هل تعترف أم تنكر وتجحد؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني: ألك عذر؟ إذا أقر الإنسان يسأله الله: هل تقر بهذا؟ نعم. ألك عذر؟ هذا السؤال الثاني. ألك عذر فيما فعلته؟ يتكلم يقول: يا ربي كنت معذور، ما كنت معذور. السؤال الثالث: لك حسنة لم تكتب؟ في شيء لم يكتب لك؟ أسئلة توجه للناس يوم القيامة، يسألون عن هذه الكتابة، فيها زيادة؟ فيها نقصان؟ ألك عذر فيما كتب عليك، فيما فعلته؟ لك حسنة لم تكتب؟ ثم يأتي الحساب أو النقاش بعد ذلك. أحوال. أما المؤمن كما ذكرت فإن الله عز وجل يحجبه، يحجبه عن أنظار الناس، ويسأله عن سيئاته أولا قبل الحسنات. ليس هذا فقط، وإنما يسأله عن صغار السيئات أولا قبل الكبار، بعيدا عن أعين الناس حتى لا يسمعون هذه السيئات التي كتبت عليه، هذه المعاصي التي سجلت عليه. يقربه الله ويدنيه ويرخي عليه سترة ويضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه. أولا يسأل عن السيئات وعن صغائر السيئات أولا. يقول الله له: هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا ربي. هل تقر بهذا؟ نعم يا ربي، نعم. سيئة وراء الثانية، الثالثة، الرابعة، سيئات وكلها صغائر.
ذنوب صغيرة في نظره يسأله الله عنها بعيدا عن أعين الناس، حتى إذا شعر أنه هالك من كتر السيئات، كلها صغائر إنما كتير، العدد كتير، صغائر كثير، وكل صغيرة لها سيئة، لها عدد، لها عقوبة، لها نتيجة، لها عاقبة. يقعد الإنسان يقرأ وربنا يسأله هل تنكر من هذا شيئا؟ لا يا ربي. تقر؟ تعترف؟ نعم يا ربي. لك عذر؟ لا يا ربي ليس لي عذر في هذه المعصية التي وقعت فيها. حتى إذا ظن أنه هالك خلاص عمال بيقرأ وربنا بيسأله هو بيعترف، حتى إذا شعر أنه هالك يفكر في نفسه هذه الصغائر، ده أنا كده كده خسرت، ده أنا رايح النار، أنا سقط، النتيجة صائت فيها سيئات، صغائر كثيرة، هالك، خاسر، ضايع، على النار. ويقولوا امال الكبائر؟ ده أنا عملت كبائر ولسه ما تسألتش عنها، هتوديني فين الكبائر؟ هتعمل فيا ايه؟ كيف ستؤثر علي؟ وهو لسه بيتسأل أو آخر ما يتسأل عن الصغائر، يقول الله عز وجل له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه المفاجأة الأولى، بعد أن ظن أنه هالك، بعد أنه ظن أنه ذاهب إلى النار، تأتي المفاجأة الكبرى الأولى، سترتها عليك في الدنيا وأيضا في الآخرة، ربنا بيسترها عليه في الآخرة، لا أحد يراها ولا يسمعها ولا يشعر بها ولا يعلمها أبدا. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، دي المفاجأة الأولى. والمفاجأة الثانية أن الله عز وجل يقول للملائكة أعطوه بكل سيئة حسنة، كمان كل سيئة دي حسنات. منذ قليل كان يقول الكبائر ده الصغائر أنا ههلك بسببها، ده أنا رايح النار، أنا خسرت، أنا ضعت، أنا هلكت. كان منذ قليل يتمنى يقول يا رب في نفسه يا رب ربنا ما يسألني عن الكبائر، إذا كان الصغائر هي الإجابة. أتنكر من هذا شيئا؟ لا. أتعترف؟ نعم. لك عذر؟ ليس لي عذر. فكأنه بيقول يا ريت ربنا ما يسألنيش عن الكبائر. لما جت له المفاجأة الثانية ربنا يقول للملائكة أعطوه بكل سيئة حسنة، يقول يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها هنا، وفي ذنوب أنا مش شايفها، كان من شوية بقول يا رب ما تسأل عنها، يا رب ما تسأل عنها، الحاجات الكبيرة جدا. لما لقى الصغائر تتحول لحسنات، السيئات لحسنات، قالوا أمال الكبائر بقى هتجيب لي حسنات قد إيه؟ أمال الكبائر لما ربنا يبدلها هتجيب لي حسنات قد إيه من كرم الله؟ فقعد يسأل يقول يا رب إن عملت ذنوبا لا أراها هنا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النبي ضحك ضحكة قوية من هذا العبد، كان منذ قليل ضائع، كان رايح النار، ودلوقتي هو اللي بيقول أنا عملت وعايز أراها وعايز أشوفها. طمع في رحمة الله وفي كرم الله عز وجل. في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ الكلام اللي بين ربنا وبين العبد بعيدا عن الناس، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه، هل تعرف كذا؟ هل تعرف كذا؟ يقول نعم يا رب.
فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيدعون على رؤوس الأشهاد ويقول فيدعون على رؤوس الخلائق ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال، ربنا يقول الملك: اعرضوا عليه صغار السيئات وخبئوا الكبار. فيقال له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا 3 مرات، وهو يقول: بلى أي ربي، بلى يا رب عملت. يقال: عملت كذا في يوم كذا، يقول: بلى يا ربي عملت. فإذا أراد الله به خيرا قال: أعطوه بكل سيئة حسنة ويعطى كتاب حسناته بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول العبد: يا ربي عملت ذنوبا ما أراها ها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وتلا قول الله تعالى: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللي ربنا حيبدل سيئاتهم حسنات دول ناس تابوا قبل ما يموتوا، تابوا، ماتوا على توبة، لأن هذا هو المذكور في القرآن الكريم، هذا هو المذكور في الآيات عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله عز وجل في صفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات بحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. المقصود التائب، هذا التاب، التائب المؤمن يدنيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقربه ويرخي عليه ستره ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول: لو سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم. دي المفاجأة الأولى. والمفاجأة الثانية يقول للملائكة: أعطوه بكل سيئة حسنة. كمان تتقلب السيئات إلى حسنات، هذا في حق التائب. هذا يدلنا على أهمية التوبة، إن الإنسان يتوب، يتوب ويسارع إلى التوبة. التائب هذا إنسان له فضائل، له مناقب، له أحوال يوم القيامة، الذي يموت على توبة. السيئات تبدل إلى حسنات، تتحول إلى حسنات. التائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التائب الذي يقول: يا ربي أنا أخطأت، يا ربي أنا أذنبت، يا ربي أنا أقلعت عن الذنب، يا ربي أنا توقفت، يا ربي أنا نادم، يا ربي لن أعود إلى الذنب، يا ربي اغفر لي وسامحني واصفح عني وتجاوز عني. التائب هذا إنسان رجع إلى الله، عاد إلى الله، تاب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله العفو والصفح والتجاوز والمغفرة، والله لا يحرمه من كرمه سبحانه ومن رحمته سبحانه. طيب العاصي اللي مات على غير توبة، يمكن في آخر لحظات الحياة نطق بالشهادتين وكان مسرفا على نفسه،
في الحياة أسرف على نفسه ذنوب ومعاصي، ماذا يفعل؟ إن كانت الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا رزق رزقه الله عز وجل به، له أحوال يوم القيامة، ولكن يختلف عمن مات تائبا. هذا الرجل يدعى به يوم القيامة ولكن على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق، كما جاء ذلك في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل مد البصر، 99 سجل، كل سجل مد البصر لحد آخر عينك ما تجيب، كلها سيئات، كلها مخالفات. فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا ربي. تنكر من هذا شيئا؟ لا، معترف فيه كله، 99 سجل، 99 كتاب وصحيفة، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب، ما ظلمونيش. مقر ومعترف بكل ده، أراه فكر كويس جدا. فيقول الله له: ألك عذر؟ في أعذار؟ ربنا بيحب العذر سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، يحب يعذر الخلق. ألك عذر؟ يقول: لا يا ربي، ما كنتش معذور، كل ده عامد قاصد. فيقول الله له: ألك حسنة؟ فيبهت من الصدمة، السجلات ما كانش متخيل ان هتبقى بالطول ده وبالكثرة دي. ألك حسنة؟ فيبهت كأنه يرتبك، مش عارف يقول حاجة، يقول: لا يا رب، مليش ولا حسنة. كان آخر حاجة يمكن قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول الله له: بلى، إن لديك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. وبعدين الرجل لا ينتبه، يقول: حسنة وسط كل دول؟ فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ويقول الله للملائكة: أحضروه، أحضروه عشان يشوف الميزان بتاعه، أحضروه، لأنه كان قال خلاص ضايع ضايع، هالك هالك، أحضروه، كأنه خلاص عرف السكة فين، النار الناحية دي، لما أمشي أنا رايح النار رايح، أحضروه. حضر الميزان، فقال: يا ربي، ما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات؟ فيقول الله له: إنك لا تظلم اليوم، توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، السجلات طارت من الميزان ملهاش وزن، وثقلت البطاقة، ميزان الحسنات هو اللي تقل، هو اللي كبير وكتير، ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهيخش الجنة. بس يظهر الظاهر ان كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله. الاعمال بالخواتيم، اعمال بالخواتيم مهمة جدا، ان الانسان يدعي: يا رب احسن ختامي، يا رب ارزقني مسك الختام، يا رب اختم لي بخاتمة السعادة. يبقى الانسان برضو عنده طمع، او ربما قالها في يوم من الايام مخلص، وكل السيئات اللي اتكتبت عليه في حق الله وربنا بيتسامح في حقه. أما حقوق العباد القصاص لا محالة، يمكن 99 سجل دول كلهم في حق الله، والله يتسامح في حقه ويتجاوز في حقه سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد القصاص لا محالة، فيمكن ده كان واحد مقصر في حق الله وربنا يتجاوز له، أو إن كان الخاتمة بتاعته لا إله إلا الله محمد رسول الله. المقصود إن المؤمن التائب ده بيتناقش بعيد عن الناس، محدش يعرف سيئاته ولا كم سجل ولا كم سيئة ولا كم العدد،
ولا شيء خالص، ده هذا التائب. أما غير التائب قد يسأل على رؤوس الأشهاد، على الملأ، أمام الناس يوم القيامة أحوال كل إنسان غير الثاني. هذا فيما يخص السيئات. أما الحسنات برضو أمرها خطير. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي الله عز وجل، فيقول الملائكة: اقبلوا هذه، وأبعدوا هذه، ردوا هذه، واقبلوا هذه. حسنات، صحف حسنات مكتوب فيها أعمال صالحة في صحف وكتب، فيقول الله الملائكة: اقبلوا هذه، تتحسب له في الحسنات، وردوا هذه، نحوا هذه، أبعدوا هذه. فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا. يحلفوا بعزة الله، ما رأوا من هذا الإنسان إلا خير، اللي كتبوه ده هو ده الخير اللي شافوه. فيقول الله عز وجل: هو أعلم، إنها لم تكن لوجهي، ولا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي. الملائكة ما تعرفش، هم كتبوا الظاهر، واحد عمل صالح، ولكن كان لأجل الناس، فلان أو علان راعى الناس، التفت بقلبه إلى الناس، راعى الناس، كلمة قالها مش لوجه الله، كلمة خير وكلمة حق، بس مش لوجه الله، عشان فلان أو علان أو عشان مصلحة من مصالح الدنيا أو غير ذلك، لم يكن مخلصا، لم يكن قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. الملائكة كتبتها كلمة خير، عمل صالح مع الحسنات. يوم القيامة يقول الله لهم: أخروا هذه، نحوا هذه، أبعدوا هذه، لن تضاف إلى الحسنات، لن توزن مع الحسنات، لن تدخل في الحسنات. لماذا؟ رياء، عمل لم يكن صالحا، فهيتخصم، هيتخصم من الحسنات، مع أنه اتكتب في الدنيا في الحسنات، بس يوم الآخرة يتخصم، ما يتكتبش مع الحسنات. لماذا؟ النية لم تكن خالصة لوجه الله. ربنا يستر، ده في حسنات ربما ظننا أنها في ديوان الحسنات أو في ميزان الحسنات أو في كتاب الحسنات، أعمال عملناها ولم نلتفت. النية، الإنسان لما يستحضر النية لم يخلص في هذه الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، فيتحرم منها يوم القيامة، يتحرم من هذه الأعمال، من هذه الصحف، من هذه الكتب، من هذه السجلات، لا توزن مع حسناته ولا تعد في حسناته، ما تحسبش، يتحرم منها. مواقف، الكتب اللي الملائكة كتبتها حسنات وسيئات، لنا معها مواقف يوم القيامة. الحسنات ما احناش عارفين ايه اللي هيتحسب لنا وايه اللي هيتخصم مننا، ايه اللي هيتوزن مع الحسنات وايه اللي هيخرج من الوزن، مش عارفين. والسيئات برضو، الصغائر والكبائر، مين اللي هيتسأل بعيدا عن اعين الناس، ما يعرفوش سيئاته، ومين اللي هيتسأل على اعين الناس، احوال مع الكتب التي كتبتها الملائكة يوم القيامة. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يثقل موازين حسناتنا. أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، بعد أن تبدل السيئات إلى حسنات،
يناقش الإنسان في هذه الأعمال يحاسبه الله عز وجل حسابا يسيرا يتجاوز له، لا يدقق عليه ولا يشدد عليه في الحساب في المسألة، ربنا يتجاوز عنه ويتساهل معه ويتسامح معه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يحاسب حسابا يسيرا. أما الذي أوتي كتابه بشماله يحاسب حسابا عسيرا، يدقق الله عز وجل عليه ويشدد عليه في السؤال في الأسئلة ويحاسبه ويعاقبه ويعذبه. والكافر يوم القيامة لما ربنا يسأله أتنكر من هذا شيئا؟ صحيفة السيئات مليانة قبائح، فظائع، شرك، كفر، معاصي، فسق، مخالفات. ربنا يسأله سبحانه وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول: نعم يا رب، أنا أنكر كل هذا. يجحد. فيقول الله له: كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام شهداء. يقول: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ أما وعدتني أنك تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى. قال: فإني لا أقبل اليوم علي شهيدا إلا من نفسي. ده ربنا بيقول له: كفى بي شهيدا، أنا شاهد عليك. ده ربنا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، ربنا شاهد ومطلع، يعلم أن هذا المكتوب صحيح دقيق لا زيادة فيه ولا نقصان. كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام شهداء. فيقول: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ استغفر الله، هو ده ظلم؟ المكتوب ده ظلم؟ هو يقول هذا: يا ربي، ظلمتني الكرام الكاتبين، ظلموني، كتبوا علي أعمال لم أعملها، زودوا علي، لا أقبل اليوم علي شاهدا إلا من نفسي، أنا أشهد على نفسي. فيختم الله على فمه ويأمر الأعضاء فتنطق وتتكلم. أول من يتكلم الفخذ، على اختلاف العلماء الفخذ الأيمن أم الفخذ الأيسر، كل فخذ يتكلم لوحده. تتكلم الأعضاء، الأفخاذ، القدمين، اليدين، العينين، الأذنين، حتى الجلد يتكلم: عملت كذا يوم كذا وكذا، أو عملت كذا. إيده هتقول له: أنت عملت كذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. كل اللي الإيد عملته. والرجلين تقول له: أنت مشيت يوم كذا لكذا، وعملت كذا كذا. كل الأعمال. والودان: أنت سمعت كذا. والعينين تقول له: أنت سمعت كذا. والجلد يقول له: أنت عملت كذا. كل حتى العظام، العظم هينطق ويتكلم ويقول له: أنت عملت كذا في يوم كذا وكذا. هذه الشهود بتوعك، أعضاءك، جسمك. فيقول لهن سحقا سحقا: عن كن كنت أناضل. ده الكافر ما بيعترفش. المؤمن يعترف بالسيئات، ربنا يقرره بذنوبه، يقول: يا ربي عملت. هل تعرف؟ يقول: نعم يا ربي أعرف، أنا عارف كل السيئات دي، حتى اللي اتكتب عليه 99 سجل من المسلمين. أتنكر من هذا شيئا؟ لا يا ربي. معترف. هذا شأن المسلم، حتى العاصي غير التائب يقر ويعترف. أما الكافر يكحد، يتهم الملائكة أن هم ظلموه، ولا يكتفي بشهادة الله، لا يرضى بشهادة الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى بشهادة الملائكة. هذا الكافر. والمنافق أيضا تنطق عليه. فقارن يوم القيامة، يوم صعب في الحساب، هذا في الكتب، حتى في الحساب. المنافق
كما ورد في الحديث والروايات عدد من المنافقين جنب بعض. المنافق الأولاني يقول الله له: أي فلو، أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربح؟ ألم أسخر لك الإبل والخيل؟ ألم أفعل معك كذا وكذا؟ قل نعم يا ربي. يقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا يا ربي. المنافق ما عنده إيمان صحيح باليوم الآخر. والكافر يقول: لا يا ربي، فيؤمر به إلى النار. الثاني، المنافق الثاني، ربنا يسأله: أي فلو، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أذرك ترأس وتربح؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ نعم يا رب، بلى يا رب. أظننت أنك ملاقي؟ لا يا رب، خذوه إلى النار. المنافق الثالث ده لما لا الأولاني يعترف وراح النار والثاني اعترف وراح النار، ربنا يسأله: أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الإبل والخيل؟ نعم يا ربي. أظننت أنك ملاقي؟ يقول: نعم يا ربي، آمنت بك وبرسولك وبكتابك وصليت وصمت وتصدقت. هو كاذب، قال لما أكذب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. هيحلفوا لله، يظنوا أن حلفهم هيجيب نتيجة. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويظنون أنهم على شيء. يحلف أنا عملت، فيختم الله على فمه ويقول لأعضائه: انطقي، تكلمي، فتنطق وتتكلم إن البعيد كان منافق، البعيد كان كافر، ما كان يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يؤمن برسول الله ولا بكتاب الله ولا بلقاء الله. ده يبقى عذابه أشد. ممكن اللي اعترف هيتعذب برضه، بس اللي أنكر ده عذابه أشد. ده راح يكذب على ربنا، راح يكذب على ربنا سبحانه وتعالى. أحوال يوم القيامة اللي اعترف واللي كذب، أحوال يوم القيامة. نحن نسيناها في الدنيا، لم نعمل لها حسابا ولم نلقي لها بالا. الكتابة، الحسنات والسيئات مهمة جدا. الحسنات حتى تكتب وتضاف إلى ميزان الحسنات وإلى ديوان الحسنات وإلى عدد الحسنات، لابد من إخلاص. أي عمل صغير أو كبير، الإخلاص الشديد لله عز وجل والتوبة في كل وقت وآن وحين مهمة جدا. توبة، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المخلصين. هكذا حتى تمر الأمور. الخاتمة، الخاتمة مهمة جدا في حياة الإنسان. آخر شيء في حياة الإنسان الخاتمة، حسن الختام ومسك الختام، كلها أمور ومسائل تتعلق بالإيمان والتوفيق من عند الله والنجاة من عند الله. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. اللهم اختم لنا بحسن الختام، واختم لنا بمسك الختام، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من الصادقين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامك يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا ويمن كتابنا وسهل حسابنا وعجل على الصراط مرورنا وأدخلنا الجنة مع أول الداخلين. اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا واساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وانت راض عنا يا كريم. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكه المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيد الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر في كل مكان، اللهم افتح قلوب الناس للدعاة إلى سبيلك في كل مكان، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ورجال المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والشحناء والبغضاء والعداء، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أما بعد. موقف الذي يموت على غير توبة، عنده كبائر ومات من غير توبة ولم يرزقه الله عز وجل حسن الخاتمة، ده موقفه صعب صعب. كذلك الأعمال فيها خليط معكرة ليست صافية، يعني مش كلها إخلاص. تعرفين العمل قد يكون فيه شوائب، يعني شوية منه لله وشوية لغير الله، شوية لله وشوية لغير الله. فطالما العمل فيه شوائب مكدر أو معكر برضو لا يقبله الله عز وجل، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صافيا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أحوال تخوف، في نفس الوقت برضو الإنسان يبقى عنده طمع ورجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا لابد أن نعيش بين الخوف وبين الرجاء، بين الرغبة وبين الرهبة، خوف ورجاء، وندعي ربنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. اليوم في قافلة للتبرع بالدم، حملة للتبرع بالدم، جزء منها أمام مسجد ناجي والجزء الثاني أمام مسجد المتقين، بحيث يبقى فيه أكبر عدد من الشيكات للناس في يعني احتياج مستمر لشيكات الدم. الاحتياج بيتزايد، الاحتياج بيتزايد باستمرار. فعندنا حملة نظمتها جمعية إغاثة الملهوف بالدخيلة، جزء منها بجوار مسجد ناجي والجزء الثاني بجوار مسجد المتقين، والمشاركة مطلوبة للرجال والنساء، يعني الفرصة متاحة للرجال والنساء، فاللي عنده نشاط وصحة وعافية لا يبخل
ببعض القطرات من دمه لصالح يعني بقية الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في ندوة الليلة في مسجد محمد موسى في العجمي لانلوفيل، الشيخ سعيد السواح والعبد الفقير حول الانهزامية، معنى الانهزامية. الأمر الثالث، في فعالية عاملها الدعوة السلفية غدا بالاشتراك مع حزب النور في معسكر الشباب بأبي قير. في الفعالية دي حيتم طرح نتيجة اللقاء مع المشير عبد الفتاح السيسي والأستاذ حمدين صباح. وأنا هنا لما بتكلم مش مفيش دعاية لحد، أنا بقول لك اللي حصل. الناس هيعرضوا نتيجة المقابلة مع المشير السيسي وأنت تختار، ونتيجة المقابلة مع الأستاذ حمدين وأنت تختار. هيعرضوا لك اللي تم بأمانة وصدق، ملخص اللي تم، واللي يحب يسأل في أي حاجة يسأل، بحيث لو حد عنده موقف يبقى الأمور واضحة. كذلك عاملين دراسة حول المقاطعة، اللي ناوي قاطع هيقولوا لك دي فوائدها كذا وأضرارها كذا، تبقى أنت عارف لو أنت بتفكر الفايدة كذا كذا والأضرار برضو إيه كذا كذا. وفي قسم رابع ناوي يروح ويبطل صوته، هيقولوا لك برضو العايز يبطل صوته فوائدها كذا كذا وأضرارها كذا كذا. فلو حبيت تسمع كل الدراسة دي بحيث يبقى الموضوع كده واضح جدا قدامك، يساعدوك في اتخاذ القرار. القرار ربما يكون لهم توجه، وأنا هنا ما احنا في المسجد ينفعش أقول إيه التوجه، وأنت تسمع كل الآراء والناس اللي حضروا المقابلات هم اللي حيحكوا عنها. قابلنا فلان سألنا في كذا قال لنا كذا، وقابلنا فلان سألنا في كذا وقال لنا كذا، وعملوا بحث كبير حوالي 15-16 واحد قعدوا مع بعض يدرسوا المقاطعة. المقاطعة إيه فوائدها، نتائجها وأثرها الإيجابية، ونتائجها وأثرها السلبية على الوطن ككل، مصر كلها، وعلى الدعوة الإسلامية ككل، وعلى حتى الدعوة السلفية برضو كجزء من الدعوة. دراسات وجهد بذل، اللي يحب يروح يستمع. بكرة هيكون يوم كامل من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 8 بالليل، يروح كده يلتقي بإخواني ويلتقي بالناس، وربنا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. معسكر الشباب بأبي قير مشهور جدا، اللي يروح أبو قير ويسمع ويسأل عنه، هو ياريت لو عدد من الشباب هيروحوا مع بعض، كل شوية كده يأجروا عربية مع بعض ويروحوا، ومحدش هيرغمك ولا يقولك اعمل كذا، انت بتروح تسمع تستمع إلى الدراسات، والقرار ليك، وتصلي صلاة استخارة على أي قرار انت ناوي تعمله ضروري عشان ربنا يلهمك الصواب والسداد ليك ولغيرك. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.